سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر عن تطوير تصنيع التكنولوجيا النظيفة. وأوضح التقرير أن الاستثمار المزدهر في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، أصبح محركا اقتصاديا قويا على مستوى العالم، مما يوفر فرصا صناعية وفرص عمل جديدة. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذي يولي قطع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسؤولي الائتلاف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية وشركة إنفينيتي باور وشركة حسن علام للمقاولات. ويستهدف اللقاء بحث الخطوات التنفيذية والإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا في مناطق بنبان خليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية. وأشار الوزير إلى استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود. أعلنت الحكومة عن التشغيل التجريبي لبوابة مصر للتعدين كمنصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري التي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد وزير البترول كريم بدوي على أن جماعية عمل الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح محفز رئيسي للأمل والطموح وتعزيز صناعة التعدين، ليس فقط من أجل توفير الموارد بل والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال جلسة تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعدين في مصر بمشاركة وزيرة البيئة ووزير المالية. وأكد وزير البترول على أن مصر ملتزمة بالأهداف المناخية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. المنتدى يهدف لخلق بيئة إن احنا نقدر نجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق إظهار التكنولوجيات المختلفة وإظهار النجاحات المختلفة للشركات في قطاع التعدين في مصر. إن المستثمرين جادين في زيادة استثماراتهم، وأكدنا على حرص وزارة البترول والثروة المعدنية والدولة على خلق بيئة استثمارية تشجع المزيد من الاستثمار وتسهيل الإجراءات لضخ المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الواعد ليكون زائد للناتج المحلي المصري. الدرع النوبي إحدى مناطق التعدين المهمة، ويتواجد بها كميات من الذهب لم تستغل بعد، وهناك المزيد من المناطق الواعدة للذهب في مصر، ولذلك تعتبر مصر وجهة استثمارية جاذبة لما لها من مقومات عديدة تشجع المستثمرين على القدوم إليها، ودولة مهمة استراتيجيا في المنطقة. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الدولة تعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. جاء ذلك خلال مداخلة وزير المالية خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للتعدين، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي، موضحا أن الوزارة تستهدف توفير مساحة أكبر في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص كي يستثمر وينتج ويشارك في التنمية ويخلق فرص عمل. أكدت وزارة الزراعة استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووضع كل إمكانات الوزارة في خدمته. جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة للمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهاء الغنام. يأتي اللقاء في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والجهاز لتحقيق رؤية أهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. أكدت الحكومة أن محفظة الشركات التابعة للدولة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة،
شدد على وجود خطة للتحديث والتطوير في مجالات وقطاعات متنوعة. وخلال لقائه مع سفيرة الإمارات لدى مصر السفيرة مريم الكعبي، أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي على انفتاح الدولة لتعزيز الشراكة وذلك مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. من جانبها أكدت سفيرة الإمارات رغبة العديد من الشركات الإماراتية في تعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر. أكدت الحكومة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة باعتبار إفريقيا صديقا استراتيجيا لمصر بحكم التاريخ والجغرافيا. وخلال استقباله لرئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ورئيس اتحاد عمال كينيا فرانسيس أتولي، تلقى وزير العمل محمد جبران مقترح لزراعة 2000 فدان بالخضروات مع الاستعانة بعمالة مصرية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دراسة المقترح مع الجهات المعنية في مصر لبدء إجراءات التنفيذ. أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددة الأطراف لمصر. جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة العمل الثانية خلال عام 2024، والتي انعقدت تحت عنوان تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على تقارير تقييم المناقصات. وأشارت الوزيرة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق بين الجهات المصرية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال. وفي أسواق البترول العالمية استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات بعد يومين من التراجع في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة وسعر الدولار. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 94.90 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 82.01 دولار للبرميل، بينما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى $2.51 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.51% لتسجل $2.33 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين بعدما عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الرهانات على خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، كما تقدم مؤشر أبو ظبي 1.1% بنهاية جلسة التداول. في المقابل انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.1%.